هي مصر دلوقتي مختلفة عن من 10 سنين، في اختلاف حقيقي واختلاف جذري طبعا، وده اللي ادى الى التطور اللي بيحصل عند شخصياتنا جميعا وفي انشطتنا وما الى ذلك. صح حقيقي، ده شيء كلام حضرتك مظبوط جدا. مصر من 10 11 سنه غير مصر النهارده. مصر النهارده فيها امل، فيها امل كبير، فيها امل لاي حد عايز يشتغل، حد عايز يكبر، حد عايز يثق في اللي موجود. الحكومه النهارده فعلا بتوفر مادة إيديها. يعني أنا البرزنتيشن بتاع دولة رئيس الوزراء اللي اتكلم فيها امبارح وكمان النهاردة عن وثيقة ملكية الدولة، ما هي إلا فعلا أنها خطوة أو استعراض حقيقي للمستقبل القريب والمستقبل البعيد. الدولة إزاي هتتعامل مع المستثمر، هتتعامل إزاي مع القطاع الخاص، هتتعامل إزاي مع موارد الدولة. فهو حط نفسه على ترابيزة وقال لكل الناس ده الوضع الحالي، مستقبلنا هنعمل فيه 1 2 3. لأي حد بيتكلم على مناخ الاستثمار في مصر أو على مناخ التنافس في مصر، هو ده الوضع اللي احنا بنلتزم بيه كدولة في خلال السنوات اللي جاية علشان ندعم دور القطاع الخاص، ندعم الاستثمار، ندعم الاقتصاد الوطني. حلو جدا. طيب انا كنت بتكلم على انه شوف انا لا ده احنا عرفك من 2010، يعني بقالنا 12 سنة وانا بتكلم على ده. انا بقى دلوقتي بتكلم مع احمد مشعل ككادر سياسي شاب وكرجل مهتم بالاوضاع الاقتصادية او الاقتصاد في ظل السياسة، ودي حاجة مهمة جدا. وتكلمت على وثيقة ملكية الدولة وما الى ذلك. وانتوا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عندكم تعددية الرؤى، تعددية الآراء، تعدد وحق الاختلاف المستمر. شفتوا هذا المؤتمر الاقتصادي مصر 22 في ظل العنوان ده، خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، شايفينها إزاي؟ شايفينها من عدة أوجه. احنا فعلا ممكن نختلف في الآراء، شايفين ان في السلوجن اللطيف ده او الشعار اللي هو فعلا بكل حاجة حصلت في المؤتمر بتعبر عنه، بحقيقة لازم يكون بيتبعه سياسات تنفيذية على ارض الواقع تترجم الكلام ده. خليني اقول لحضرتك، من امبارح لحد النهاردة المصارحة والمكشفة، في مؤتمرات اقتصادية حصلت قبل كده، في خرج منها توصيات، لكن كانت دايما بيحصل ايه، زي ما تقول ان في قنوات بتيجي عندها التوصيات دي وما يحصلش ليها تنفيذ. القنوات دي كانت ما بتبقاش بنفس الفعاليه، ولكن اعتبار ان في مصارحه ومكشفه ووثيقه معلنه بتقول سياسه الدوله فيما يتعلق بان الاقتصاد يبقى اكثر تنافسيه في السنوات اللي جايه، ده يخلينا يبقى في عندنا الثقه الاكبر في الحكومه، أو الثقة الأكبر في ما هو قادم فيما يتعلق بالسياسات الحكومية. بس يفضل برضو أهم حاجة إن لازم يكون في فعالية أكتر في تنفيذها على الأرض، فعالية أكتر في إنها بصراحة شديدة المواطن لازم يحس بيها، لازم يلمسها وبشكل سريع. في بنى، في تعمير، في بنية أساسية، في اقتصاد وطني بيتبني على مقومات حقيقية، ولكن المواطن لازم يحس بده بشكل مباشر. كون ان يبقى فيه تنافسية وان يبقى فيه ثقة اكبر للقطاع الخاص، حتى ان الحكومة كمان بتقول انا في حاجات هاملكها ولكن لن اديرها وهسيبها موجودة للقطاع الخاص هو اللي يديرها. وفي مثل حي موجود على دوت في السوق المصري، الخط الثالث لمترو الانفاق تملكه الدولة وتديره احدى الشركات العالمية، ونتج عنده خدمة متميزة جدا بيشعر بها المواطن. صحيح. فاحنا دايما لازم الفترة اللي جاية دي يبقى فيه أولويتين، ان يبقى فيه فعالية في التنفيذ ونشوف ايه المشاكل اللي كانت بتأدي لعدم فعالية التنفيذ، وان حاجة تانية ايه الحاجات اللي فعلا المواطن لازم يحس بيها. اي مستثمر ما عندوش مانع ان هو يدفع ضرائب، لانه ده نظام معترف بيه في اي نظام اقتصادي، ما عندوش مانع انه يعرف رسوم، ولكن من اول يوم تبقى الدنيا واضحة، يبقى عارف ايه الضرائب بتاعته. الضرائب عندنا في مصر هي من اقل الدول في العالم في مسألة الضرائب، سواء كانت ضريبة الدخل، ضريبة افراد، ضريبة على الاستثمار، انا من اقل الدول. المشكلة دايما في الحاجات اللي انا ما هياش ضريبة، يعني الرسوم، مش عارف الدمغات، فلاقي كمستثمر فجأة قدامه تل كبير جدا ما كانش عامل حسابه في دراسة الجدوى بتاعته، فبيبدأ يتراجع أو يتخض أو يتعطل أو يبدأ حماسه يفتر إلى آخره.
وده اللي خلى مؤخرا دولة رئيس الوزراء ينزل تعليمات مشددة أو مستديمة إن مفيش أي جهة تطبق أي رسوم إلا بالرجوع إليه. دي فعلا كانت حاجة محتاجة مركزية القرار. مفيش مستثمر ما عندوش مانع يدفع ضرائب وإن هو يسدد كل الالتزامات اللي عليه، لأن دي بتوفر له البيئة الاقتصادية اللي هو يقدر يستمر ويشتغل فيها، لأن هو أي ضرائب هيدفعها هياخد قصادها خدمات، أو الدولة هتوفر له قصادها المناخ أو البيئة المستقرة اللي يقدر يستمر فيها. ولكن هو يبقى شغال وعجلة الإنتاج شغالة وعنده التزاماته اللي هو محددها وباني عليها دراساته ودراسة السوق، تيجي مرة واحدة تلاقي فيه رسوم 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 مش منطقي مش معلومة. كمان تعدد جهات الولاية دي من المشاكل اللي لازم يتشاف لها حل. اتكلمنا يعني كلمة قالت كتير شباك الواحد، ولكن تعدد جهات الولاية لحد النهاردة على مستثمر سواء في أراضي أو في تصاريح أو في استيراد أو في التصدير. النهاردة التصدير اللي هو أهم حاجة على رأس الأولويات الاقتصادية، جهات الولاية اللي على تصاريح تصدير حاجات معينة كتير جدا ومتعددة جدا، دي بتكبل أي مستثمر. بعد كده احنا هنقارن مصر بمؤشرات دولية كتير، سهولة الإجراءات احنا لسه عندنا متأخرين جدا في المؤشرات دي، سهولة التقاضي. يعني أنا بتكلم على بناء تشريعي ومنظومة عدلية والتخارج والتقاضي إلخ إلخ. أنا النهاردة مستثمر هختلف مع شريك، وارد جدا هختلف حتى مع الحكومة، وارد جدا. زي ما في دورة راس مالية، في دورة الحقوق بتاعتي دي هتاخد وقت قد إيه، دي بتبصلها قبل ما يتم الضخ لأي استثمارات في أي حتة تانية. دي من الحاجات اللي فعلا نرجع تاني نقول الفاعلية لأي اقتصاد أو لأي تطور اقتصادي أو تقدم اقتصادي اللي هي لازم يبقى فيها نظرة كويسة جدا. طيب هنا ده يعني مسألة تعدد الولاية دي أصلها مهمة جدا، لأنه الناس برضو لما بيجي نقول لهم يا جماعة أصل الشباك الواحد مش هو الحل، لأنه في النهاية هو شباك واحد بس بيطلب مني 200 طلب بروح بيهم ل200 جهة، هقدم في الآخر خالص الورق عند الشباك الواحد بس هكون لفيت لفة شديدة الاتساع يعني، وده برضو أمر مؤلم. أنت ذكرت موضوع التصدير، والتصدير أنا تقريبا بروح من 6 لـ7 جهات عشان أعرف أصدر، يعني عشان أعرف أدخل للبلاد فلوس. طيب وبيجي برضو هنا سؤال وأظنه ده مهم ومتعلق بالجهاز المصرفي، قدرتي على إخراج أرباحي الاستثمارية أو نسب منها إلى البلد الأم لو أنا مستثمر أجنبي على سبيل المثال، أو لو أنا مستثمر مصري وعاوز أطلع فلوس علشان أنا هضخ استثمارات في بلد آخر أو هشتري بيت حتى، يعني ما هو ده برضو لازال فيه جزء من الانسداد الشرياني. يعني زي ما أنا أو أي حد بيفكر أنا هحط رجلي في حتة، طب أنا هخرج منها إزاي؟ أو هيفضل حاجات داخلالي وخارجالي وأنا موجود منها إزاي؟ فزي ما حضرتك ذكرت فعلا، هو هخرج الحاجة دي برا ازاي؟ هخرج ارباح ازاي؟ هل ده بالسهولة؟ هل ده بالامكان؟ هل هو النهاردة تطور سعر منتجات او سعر صرف او استقراره ده بيأثر على دورة راس مالي لفترة جاية قد ايه؟ في حاجة تانية لو تقرمت يعني عايزة اتطرق ليها مهمة جدا، هي العامل البشري. احنا النهاردة بنتكلم على ان احنا عايزين نعمل اقتصاد وطني، اقتصاد وطني مبني على دعائم ورقائق حاجات خارجة من أرض مصر، فما بقاش أنا بستورد حاجة من برة وحط عليه هنا في مصر قيمة مضافة أو أصنع فيها وراجع صدرها تاني. يبقى أخلي أولوية في التصنيع بتاعي أو في الاقتصاد الوطني بتاعي لكل مخرجات بلدي، سواء من ثروات معدنية أو حاجات مرتبطة بالزراعة أو حتى بأيدي عاملة أو حتى بأسواق التكنولوجيا اللي كان فيه عنها كلام محترم جدا في المؤتمر. تاني حاجة لازم اهتم جدا، ودي من الحاجات اللي المواطن هيشعر بيها بسهوله قوي، هيشعر بيها بشكل مباشر، لما النهارده الاقتصاد بيقوم على مدخلات انتاج منها العامل البشري. انا النهارده لما اهتم بتطوير بيئه العمل صح واجعلها بيئه جاذبه للعمل وبتوفر له المستقبل الوظيفي النهارده عفوا، انا لما اخش في اي كارير او اي انضم لاي عمل ابقى شايف السلم الوظيفي بتاعي اخره فين. أنا مش بتكلم على قطاع حكومي، أنا بتكلم حتى على قطاع خاص. دور الحكومة هنا لما هي تخرج ومن إدارة أو مؤسسات كتير قوي هيدفعها هدولها أكتر في إنها تبص على بيئة العمل نفسها، إنها تبقى بيئة عمل جاذبة. دور الدولة كمان مهم جدا ساعتها إنها توسع قاعدة الاقتصاد الرسمي،
توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي طبعا الدولة هتستفيد منه من الضرائب والعائدات اللي موجودة عليه. ومن ناحية تانية احنا اخر تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي اعلنت احنا عندنا حجم القوى العاملة في مصر اكتر من 28 مليون مواطن، اللي مؤمن عليهم اجتماعيا 14 مليون مواطن، يبقى انا نصهم كده مش متأمن عليه بالظبط. فالنهاردة لما وسع الاقتصاد الرسمي وجوه يخش جواه يدخل كل القوى العاملة ويتأمن عليها، ده بيوفر له امان وظيفي، بيوفر له امان صحي، بيخلق له حاجة يدافع عنها طبعا، وكمان بالتالي هتعلي من الانتاجيه بتاعته طبعا. هو النهارده لو هو شغال في مكان ولا هو حب ولا هو مرتاح فيه ولا حاسس ان المكان ده حتى متامن، هو مش مطمن، مش مطمن. هو مش عارف بكره هيحصل ايه. النهارده ده عامل او منتج او موظف هيعرف يفكر، هيعرف يبدا، هيعرف يشتغل بكامل طاقته علشان يطلع اللي مطلوب منه بالكامل، ولا هيبقى فيه مشاكل وانتاجيته هتقل وهيواجه عدم استقرار وظيفي ويحس ان هو غير منتمي لهذه المؤسسة اللي هو بيعمل فيها. فمسألة تطوير العامل البشري على كل الأصعدة، ان انا بطوره اي بدربه وبأهله، وفي نفس الوقت انا كمان لازم أأمنه بالظبط كده، اوفر له بيئة عمل آمنة ضد حتى المخاطر الموجودة في اي مكان عمل. احنا لازم نهتم بده جدا، لازم كمان نهتم، هي يعني انا مش عايز حد يعتبرها رفاهية، ولكن بيئة العمل النفسية وهي طبعا مش رفاهية، يعني دي حاجة أساسية ان انت تشتغل في مكان وانت مرتاح فيه نفسيا، تحس ان انت منتمي فيه، ما انتش مغترب فيه، ما فيش جماعات عمل مختلفة عنك جوه، مقضي فيها تماما على الواسطة والمحسوبية وبيتم مراعاة الكفاءة. دي من الأساسيات. اكون صريح معاك جدا، للأسف احنا عندنا حصل في مصر حالات انتحار داخل بيئة العمل بسبب ضغوط العمل. أنا النهاردة لو بتكلم على اقتصاد وطني قوي، يبقى لازم كمان أهتم جدا بالعامل ده بيشتغل إزاي والبيئة اللي متوفرة له قد إيه. أنا لو بنتكلم بمنتهى الصراحة وعايزين يبقى فيه تطور أو يبقى فيه اقتصاد، لازم زي ما أهتم بصاحب العمل لازم كمان نهتم بالعامل الموظف اللي موجود ده.